لأول مرة في المملكة تقام فعاليات الرماية المفتوحة والتي يهتم بها عشاق الرماية النارية لخوض تجربة فريدة من نوعها وتجربة أنواع مختلفة من الأسلحة والأهداف في ظل أجواء جميلة وحماسية في منطقة الباحة. تنوعت أنواع الميادين في الفعالية، فهناك ميدان البنادق والشوزن والمسدسات وميدان لرماية الأسهم والسكاكين، ويوجد بها أهداف بعيدة المدى مرتبطة بحساسات وأجهزة إطلاق الأطباق، ويتواجد في كل ميدان عدداً من المدربين في مجال الرماية وتطبق بها معايير السلامة. فعاليات الرماية المفتوحة في الباحة تنظمها الهيئة السعودية للسياحة ضمن فعاليات صيف السعودية الذي يحمل شعار صيفنا على جوك. للإخبارية خالد ربيع، الباحة.